انا اسمي عمر وعندي اعتراف. يوم الجمعه اللي فاتت كنت نازل مع صاحبتي، قالت لي حبيبي ممكن نعدي نجيب هوت شوكليت في السكه. انا ما بحبش حد ياكل قويشه في عربيتي، بس قلت بلاش اكسر فرحه البنت. وقفنا جبنا هوت شوكليت وماشيين في السكه والجو كان جميل، وانا لسه غاسل عربيتي. فجاه قررت تاخد سيلفي، جت طلع تليفون ما تفهمش اللي حصل، راح الهوت شوكليت طاير من ايديها وفي كل حته بقى، على السقف على الفرش، والموضوع حصل في اقل من ثانيه. انهارت وقلت لها انزلي، قالت لي احنا فوق الكوبري. قلت لها احنا كل اللي منا انتهى.